في ظل النقص الحاد بالكتب المدرسية نتيجة حرمان النظام مدارس المناطق المحررة بريف إدلب من المناهج، قامت الهيئة السورية للتربية والتعليم علم بتوزيع الكتب المدرسية المنقحة ولكافة المراحل مجانا على جميع المدارس بما فيها مدارس المخيمات الداخلية. نحن بالهيئة السورية للتربية والتعليم هيئة علم عم نقوم بتوزيع كتب المنهاج السوري المنقح في الداخل السوري المحرر. طبعا عملية توزيع كتب المنهاج السوري المنقحة بتتم على المدارس بشكل عام، مدارس المخيمات ومدارس حرة ومدارس نظامية، بحيث نتلافى نقص الكتب الموجود ونقدر نغطي أكبر كمية ممكنة من المدارس، والطلاب يقدروا يستفيدوا من الكتب ويدرسوا ويتعلموا. الهيئة قامت بتوزيع ما يزيد عن 1,300,000 كتاب على ما يقارب من 170,000 طالب وطالبة في الداخل السوري خلال هذا العام، وما زال توزيع الكتب مستمرا نظرا لزيادة عدد الطلاب نتيجة النزوح الكبير من ريف حما الشمالي إلى ريف إدلب. بداية تم استيفاء القسم الأكبر من الكتب للطلاب وتم تجهيزهم وإعدادهم للعام الدراسي، ولكن نعاني من صعوبات أهمها زيادة عدد الطلاب نتيجة النزوح من المناطق التي تشهد قصف لقوات النظام والطيران الروسي، وهذا الأمر يرتب أعباء جديدة علينا من أجل تأمين الكتب. عملية توفير المناهج للتلاميذ كان له أثرا إيجابيا بعد شهر من بدء العام الدراسي الذي كان مليئا بالتشتت والضياع خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية. كنا نعاني من نقص حاد جدا في موضوع الكتب، لأنه كان المرجع الوحيد في المدرسة، حيث أن نعطي الدرس والتلاميذ لا يستطيعون يحفظون الدرس ولا يستطيعون يكتبوا الوظائف لأنه لا يوجد كتاب لديهم، فكنا نعاني من قبل. التعليم في سوريا يمر بمرحلة صعبة نتيجة معوقات كثيرة تمثلت بقصف قوات النظام للمدارس وتوقفها عن الخدمة وحرمان مدارس أخرى من الكتب، عدا عن توقف رواتب المعلمين، ما دعا المنظمات والهيئات بتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ودفع المسيرة التعليمية إلى الأمام لبناء جيل سوريا المستقبل. تقوم الهيئة السورية للتربية والتعليم علم بتوزيع الكتب على جميع المدارس في محاولة منها سد النقص الحاصل في المناهج بعد أن حرم النظام السوري الكتب عن المدارس في المناطق الخارجة عن سيطرته. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، ريف إدلب.